مشاهدينا نحييكم في حلقة من حوار خاص مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فلتمان. سعادة السفير فلتمان، أهلا بك في هذا الحوار الخاص. سعادة السفير، التقيتم نائب وزير الخارجية السوري الأسبوع الماضي في واشنطن، كيف تقيم المحادثات التي أجريتموها؟ شكرا لدعوتي للانضمام إليك هذا اليوم. المناقشات في الأسبوع الماضي مع نائب وزير الخارجية السوري أعتقد أنه يجب أن ينظر إليها في إطار أوسع. كانت هناك عدة زيارات لنا إلى دمشق، وكانت هناك مناقشات مع وزير خارجية سوريا ومع مسؤولين سوريين على هامش الجمعية العامة في نيويورك، وهذا جزء من عملية نحن ننخرط مع السوريين ونستعمل الدبلوماسية ونستعمل لغة الحديث كي نرى هل يمكن لنا أن نحقق بعض أهداف سياستنا الخارجية. المحادثات نفسها في الأسبوع الماضي أستطيع القول أنها كانت بناءة وإيجابية، والطرفان استطاعا أن يضع كل شيء على الطاولة للتحدث عنه. نحن ملتزمون باتباع إصرار الرئيس أوباما لاستعمال الانخراط مع سوريا. أعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم. التقدم يكمن بصورة أساسية في حقيقة أن هذه هي أول مرة منذ عام 2003 كان هناك وفد سوري رسمي دعي إلى واشنطن، ليس فقط في واشنطن وإنما دعي إلى واشنطن، وهذا في حد ذاته إشارة على الإصرار على استعمال الدبلوماسية من جانبنا واستجابة السوريين لمقاربتنا الجديدة. الفروقات والاختلافات بيننا لا يجب أن يقلل من شأنها. المسألة تتطلب وقت، وسنرى هل يمكن تضييق قوة الخلاف، ولكن أستطيع أن ننخرط. بحثتم في موضوع لبنان الأسبوع الماضي مع السيد مقداد، وهل طلبتم من السوريين تسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية؟ كان هذا مختلفا عن السؤال الذي طرحته. لقد عبرنا عن وجهات نظرنا وأوضحناها، ونحن ملتزمون باستقلال وسيادة لبنان، ونحن ندعم العملية الدستورية في لبنان فيما يتعلق بموضوع مجلس الوزراء اللبناني وتشكيلته. إذن هناك أو الأمر لا يرجع إلى سوريا وأمريكا لاتخاذ القرار، اللبنانيون هم الذين يتخذون القرار. ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مقداد قال نفس الشيء، أن مسألة مجلس الوزراء في لبنان يعود إلى اللبنانيين أنفسهم. لقد طرحنا موضوع لبنان مع السوريين من أجل تعزيز الرسالة أن لبنان هو للبنانيين. القادة في لبنان المسؤولون السياسيون ينتظرون القمة السورية السعودية المنعقدة في دمشق أو التي انعقدت في دمشق من أجل تشكيل الحكومة. نعم، التوتر الإقليمي يخلق جوا أفضل كي يقوم اللبنانيون بتشكيل مجلس الوزراء. نحن نرحب بهذا، ولكن لبنان له دستور، وكانت هناك انتخابات في يونيو، وهناك عمليات تجري في لبنان، ونأمل أن القادة اللبنانيين ينظرون على أنفسهم وبعضهم البعض ويرون كيف يمكن أن يتطرقوا لموضوع تشكيل مجلس الوزراء طبقا للدستور اللبناني والإقرار بأن الانتخابات الديمقراطية حصلت في يونيو. الحكومة اللبنانية في السابق أطلق على الحكومة اللبنانية تسمية حكومة فلتمان، برأيك ماذا سيطلق على الحكومة اللبنانية التي ستتشكل قريبا؟ آمل أن الحكومة اللبنانية سيعترف بها من قبل جميع اللبنانيين على أن لها السلطة طبقا للدستور اللبناني وتستطيع التصرف بما فيه أفضل مصالح الشعب اللبناني. يعني حكومة السعودية وسوريا، آمل أن انتباه أقل ينظر إلى خارج لبنان ويكون اهتمام أكثر داخل لبنان. بحثتم في موضوع التوتر بين العراق وسوريا مع الوزير مقداد الأسبوع الماضي، وهل طلبتم من السوريين التعاون مع العراق في مسألة التفجيرات التي وقعت في بغداد في أغسطس آب الماضي؟
Michelle, I'd like to broaden the question. ميشيل أود أن أطرح موضوع هذا الموضوع لأننا عبرنا عن قلقنا لفترة طويلة من الهجمات التي تجري في العراق والمدعومة من قبل قوات خارج العراق أو قوى خارج العراق. جزء كبير من نقاشنا مع السوريين في الواقع ركز على موضوع العراق. وهذا كان أيضا بعد تفجيرات 19. هناك شيء شخصي في العملية وأكثر من الفظائع الخاصة بهجوم مثل هذا، ولكن مناقشاتنا مع السوريين ركزت أكثر على كيف يمكن أن نعمل سويا من أجل ترويج الأهداف التي تتشاطر فيها دمشق وواشنطن وهي عراق مستقر. وكان هذا جزء هام من مناقشاتنا، مناقشات نائب وزير الخارجية مقداد في الأسبوع الماضي، وأيضا المناقشات التي أجريناها في دمشق قبل ذلك. وأقول أن هذه المناقشات واعدة. التعاون في التحقيق فيما يتعلق بهذه التفجيرات مع العراق. ما قلناه هو أننا يجب أن نعمل سويا كلنا جميعا للتخلص من التهديدات للعراق. هذا هو الشيء المهم، وهو أن تمارس سوريا كل جهودها للتأكد من عدم استخدام أراضيها. نحن نؤمن بأن هذا يمكن أن يتحقق ويمكن أن يكون هناك تعاون مع سوريا. سوريا أيضا عانت من التفجيرات الإرهابية في دمشق وأماكن أخرى. إذن تهديد التطرف المتشدد لا يشعر به في العراق وإنما أيضا في سوريا، وبالتالي نأمل أن الحكومة السورية يمكن أن تعمل مع العراقيين ومعنا ومع آخرين لتجاوز الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل من أجل التخلص من التهديد الواقع على العراق والنابع من استخدام الأراضي السورية. زيارة سوريا قريبا؟ نعم، حاليا السفر سفر المسؤولين الأمريكيين إلى دمشق سوف نرى، أو كما نرى في العلاقات الثنائية الأخرى. لا أريد أن أؤكد كثيرا على هذه الرحلة أو تلك. نحن ننظر على القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وسوريا للمضي قدما في العلاقات بين واشنطن ودمشق. ميشيل، لا أريد التكهن عن أشياء نتحدث عنها ثنائيا مع السوريين. أعتقد أن السوريين يعرفون جيدا هواجسنا بشأن دعم سوريا للإرهاب. السوريون يعرفون جيدا الرغبة والالتزام لدينا لتحقيق السلام، وهذا يتطلب خطوات معينة تتخذ ليس فقط من الإسرائيليين وإنما أيضا من جانب السوريين. أعتقد أن السوريين يفهمون جيدا الإخلاص الذي نتعامل فيه مع هذه العلاقة، وأيضا هناك توقعات. كيف تنظر إلى الزيارة التي يقوم بها أو قام بها الملك السعودي إلى دمشق؟ هذا سؤال للسوريين وللسعوديين، وليس لنا أن نعلق على زيارة قادة إقليميين لبعضهم البعض. وكما قلت، إذا يساعد هذا على خلق مناخ يمكن اللبنانيين من تشكيل مجلس الوزراء فهذا عظيم، ولكن هذا الشيء يتم داخل لبنان. أستطيع التحدث، أنا أكرر نفسي، أستطيع التحدث عن التزامنا باستخدام الدبلوماسية مع سوريا لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. هذا ما يفعله أيضا الرئيس الأسد، وأنا أشجع السوريين والسعوديين أن يتبعوا هذا. للشؤون السياسية ويليام بيرنز التقى نائب وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف وجرى البحث في قضايا مكافحة الإرهاب. هل يمكن إعطائنا تفاصيل أكثر حول هذا الاجتماع؟ هناك شراكة قوية لنا مع السعودية في مجالات كثيرة، أحدها هو مكافحة الإرهاب. وكمثال،
الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم تعرف المصالح وتقر بالمصالح المشتركة الخاصة بالعمل سويا ضد التطرف العنيف والعمل على برامج مكافحة الإرهاب. أنظر على المحادثات التي أجراها الأمير محمد بن نايف في واشنطن ضمن إطار الشراكة العالمية للتطرق لقضايا تهم الجميع. السعودية أعتقد يمكن أن نصفها أن لديها برنامج مكافحة إرهاب فعال وبرنامج إعادة تأهيل فعال للناس الذين كانوا مرتبطين بالتطرف العنيف، وهذا مفيد دائما أن نتبادل الأفكار ونحن نعمل باتجاه كيف يمكن أن نحقق أهداف الرئيس أوباما وإغلاق غوانتانامو. نتوقف مع فاصل قصير ونتابع هذا الحوار الخاص مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان. تابعونا. نتابع هذا الحوار الخاص مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان. سعادة السفير، وزير الخارجية الإيراني مانوشهر متكي اتهم الولايات المتحدة بضلوعها في اختفاء عالم نووي إيراني كان يحج إلى السعودية في حزيران يونيو الماضي. متكي قال: نحمل السعودية مسؤولية اختفاء شهرام أميري ونعتبر الولايات المتحدة ضالعة في توقيفه. ما تعليقكم؟ ميشيل، بصراحة نحن مصابين بالحيرة من هذا الاتهام. نحن لا نعرف أي شيء عن السيد مي أميري واختفائه في السعودية. هذا شيء ليس له أي علاقة بنا. لا نعرف مكانه ولا نعرف لماذا الإيرانيون الآن يثيرون هذا الموضوع. هناك قضية مختلفة يمكن أن أثيرها، وهي مواطن أمريكي اختفى بالفعل على الأراضي الإيرانية في جزيرة كيش قبل عامين، روبرت روبنسون، وطلبنا من الإيرانيين بشكل متكرر مساعدتنا في العثور على مكان السيد روبنسون وإعادته إلى عائلته في فلوريدا. هذه قضية واضحة، السيد روبنسون اختفى على الأراضي الإيرانية. حول السيد أميري، لا، مرة أخرى هذا يحيرنا، لماذا وزير الخارجية أثار هذا الموضوع؟ فيما يتعلق بالملف النووي، إيران تخطط لتركيب معدات تخصيب متطورة في المنشأة التي تم الكشف عنها حديثا في قم، كيف تنظرون إلى هذا التطور؟ أعتقد أن الكشف عن هذه المنشأة توضح لماذا إيران فقدت ثقة المجتمع الدولي وما يقول عن البرنامج النووي الإيراني. هناك علامة استفهام كبيرة على هذه المنشأة النووية، ومزاعم إيران بأنها التزمت بمعايير اللجنة الدولية للطاقة الذرية عندما أرسلت رسالة تشير إلى وجود هذه المنشأة، والوكالة قالت أن إيران لم تلتزم بالمعايير المعدلة. أيضا هذه فرصة لإيران. الكشف عن منشأة قم توفر لإيران الفرصة كي تمارس فعلا الشفافية التي تتطلبها اللجنة الدولية للطاقة الذرية، وإحدى النتائج البناءة التي جاءت من محادثات جنيف تتمثل في أن القبول من جانب إيران، القبول بالتفتيش على المنشأة الذي سيحدث في أواخر هذا الشهر. وأملنا أن إيران ستستعمل هذا التفتيش للسماح للوكالة الذرية الوصول إلى المنشأة، وأيضا الوثائق والعناصر وكل شيء مرتبط بهذه المنشأة، من أجل شرح ماهية هذه المنشأة. هذا يبدأ العملية، ونأمل عملية استعادة الثقة الدولية في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران. أحمد نجاد قال:
نريد أن نشتري الوقود النووي ويمكننا أن نشتريه من أي مكان، وقد تكون الولايات المتحدة أحد البائعين. هل ترغب الولايات المتحدة في بيع إيران الوقود النووي؟ أنا تحدثت عن المدى القصير والمدى الطويل. على المدى القصير لا تنسى أن إيران وحسب الفصل السابع في مجلس الأمن، هذا يتطلب من إيران أن تجمد كل أنشطتها الخاصة بنشر الأسلحة النووية. في الواقع هناك إشارة واعدة جاءت من محادثات جنيف، وهي المقترح الذي سيمكن طهران من الحصول على الوقود للمفاعل، مفاعل البحوث. مرة أخرى دعونا نرى هل هذا سيتماشى مع المعايير التي تم الاتفاق عليها. ولكن على المدى القصير إيران عليها أن تعيد بناء مستوى الثقة الدولي، وعلى المدى الطويل دعنا نفترض أن إيران تستطيع أن تعيد بناء ثقة المجتمع الدولي والطبيعة السلمية لبرنامجها. رزمة 5+1 قدمت إلى طهران في يونيو عام 2008، وهناك مجالات عديدة وتعاون في مجالات البيئة والعلوم إلى آخره، وكل هذا يقر بأن إيران لها الحق في برنامج نووي سلمي، ولكن يجب أن ترتقي لمعايير ومتطلبات مجلس الأمن. الإسرائيلي صرح بأنه ليس هناك أي فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين في أي وقت قريب، وأضاف كل واحد يقول أنه في غضون السنوات القليلة المقبلة يمكن التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. بكل بساطة لا يفهم الوضع وينشر أوهاما، مما يؤدي في النهاية إلى خيبات أمل ومواجهات شاملة في المنطقة. ما هو تعليقكم؟ يمكن أن نسمع أشياء كثيرة من أناس كثيرين عندما نتحدث عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني. لدينا التزام بأمن إسرائيل، التزام لا يتزعزع، وهناك التزام قوي من الرئيس أوباما ومن إدارة الرئيس أوباما لمساعدة الفلسطينيين على تحقيق طموحاتهم من أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة. هذه روابط، والتزامنا بأمن إسرائيل يتم تحقيقه جزئيا عن طريق حل الدولتين. هذا أحد الأسباب وليس كل الأسباب لماذا نحن مصرون على الوصول إلى حل الدولتين وبأسرع وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو الشيء المناسب، ومن مصلحة أمريكا القومية كما قال الرئيس أوباما أن يتحقق ذلك. السيناتور ميتشل ذهب إلى المنطقة هذا الأسبوع، ونحن نعرف أن هذا ليس سهلا، ولكن نحن مصرون على المضي قدما، والرئيس أوباما والجميع مصرون على المضي قدما. فبالتالي أنا لن أقلق كثيرا من هذا التصريح من جانب هذا المسؤول الإسرائيلي أو الفلسطيني. من الطبيعي أن الكل يتخذ مواقف متشددة من هذه المواقف، ولكننا لا نرى أي خطوة في اتجاه استئناف المفاوضات. كما قلت هذه ليست سهلة. الاختلافات بين الأطراف عظيمة من ناحية جوهر القضايا ومن ناحية شكل المفاوضات. عندما خاطب الرئيس أوباما الجمعية العامة، حدد بعض المبادئ التي توجهنا، ونحن نشجع الأطراف على العودة لطاولة المفاوضات وإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 67، حل الدولتين، وحقيقة أن قضايا الوضع النهائي بما فيها قضايا مهمة مثل القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود، ومبدأ أن الولايات المتحدة لا تقبل شرعية الأنشطة الاستيطانية. كما قال السائب ورايقات الأسبوع الماضي. But Michelle, again, it's مرة أخرى, when two sides are getting ready to go into negotiations, عندما يقرر الطرفان التفاوض فلن يكون قريبين في تصريحاتهم العملية قبل المفاوضات. في الواقع سيكون بعيدين. نحن نريد أن نرى مفاوضات
تستأنف بأسرع وقت ممكن، ولكن الشيء الأهم أن هذه المفاوضات تكون لها فرصة النجاح. هذه المفاوضات لا نريد أو نريد لها أن تنتهي بحل الدولتين. نعم، نحن ندفع للعودة للمفاوضات، ولكن لن نرغم الأطراف على العودة للمفاوضات بسرعة بحيث أن المفاوضات تنهار عند بدايتها. هذه هي النقطة. النقطة هي أن نصل للنتيجة وهي دولتين لشعبين. الولايات المتحدة أن تساعد الرئيس محمود عباس الذي يعاني من حملة عنيفة بعد تأجيل البحث في تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان. الرئيس عباس قال وبشكل متكرر أو عبر عن رغبته في رؤية دولة فلسطينية تولد من خلال المفاوضات، وهذا يتناقض مع الرؤية، رؤية المقاومة والموت والدمار الموجودة لدى حماس، والتي أثبتت للشعب الفلسطيني أنها قادرة على اعتمادها. نحن نريد مساعدة الشعب الفلسطيني وليس عباس فقط للعودة إلى المفاوضات. هكذا يمكن الفلسطينيين تحقيق طموحاتهم، وخلال المفاوضات لخلق دولة فلسطينية هناك فرصة. الآن المجتمع الدولي بكامله يقر بحل الدولتين وأنه الحل الوحيد الدائم والشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. رأينا في يناير ما هو البديل. البديل فظيع. بالتالي أعتقد أننا جميعا يجب أن ندعم رؤية الرئيس عباس من أجل تسوية شاملة وعادلة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. المتحدة من الوحدة اليمنية، وكيف تنظرون إلى الدعوات إلى استقلال جنوب اليمن؟ الولايات المتحدة تدعم فكرة يمن موحد، مبني على تحليلنا بأن هذا في الواقع هو رغبة الأغلبية في اليمن، أغلبية الشعب في اليمن. وبالتأكيد سندير علاقاتنا معهم من خلال حكومة اليمن المركزية. نحن وآخرون، أصدقاء آخرون لليمن، نؤمن أيضا بأن من المهم أن خدمات الحكومة تكون مستجيبة لاحتياجات كل الشعب اليمني بغض النظر أينما يتواجدون. هنا اليمن تواجه تحديات كبيرة، واليمن أيضا له شركاء دوليين مستعدون للعمل مع الحكومة لمواجهة هذه التحديات. ما هو موقف الحكومة الأمريكية من الصراع الدائر بين القوات الحكومية والحوثيين أو المتمردين في شمال اليمن؟ أولاً، الموقف مأساوي. إنه لمأساوي أن نرى مدنيين أبرياء يعانون من هذه الحرب، وهذه قضية تشرد المدنيين. هذه مهمة، أو من المهم أن تصل المساعدات الإنسانية إلى هؤلاء المشردين، وقد عبرنا عن تعازينا لكل من فقد أحباء له في هذا النزاع. لسوء الحظ كثير من الجنود اليمنيين قتلوا أثناء محاولتهم استعادة الهدوء. الحكومة في هذا الصراع. هناك شيء يمكنني أن أقوله، وهو لقد سمعنا الكثير من الاتهامات عن قوى في الخارج تتدخل في القتال داخل اليمن. نحن لا نعرف الحقيقة وراء هذه المزاعم، ولكن يمكن أن نقول أن القوى الخارجية يجب أن تبقى بعيدة عن اليمن، فهذا موضوع خاص باليمنيين وخاص بحكومة اليمن. نشكرك على هذا الوقت. نشكركم مشاهدينا في هذا الحوار الخاص مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، وإلى اللقاء.